النادي الاهلي يقول اي حاجه والناس استعجلت عشان بتشتغل ضده وخلاص، لكن نروح نشوف اتقال ايه وتحقق الكلام دوت ولا لا على ارض الواقع ولا لا. اتفضل. انا بقول لكم معلومه مؤكده يا جماعه، اوعوا تسمعوا كلام غيري خالص في الامر ده، في الشان ده يعني. فكل الحدوته دي يا جماعه بقى بوضوح بقى المره دي من غير لف ولا دوران اهو، كل الحدوته دي عشان يتحط البند بتاع 4 سنوات ميلاديه عشان يتم منع الكابتن محمود الخطيب من الترشح. اسمعوا بقى، السين ولا صاد ولا عين ولا لام ولا المستشار ولا الدكتور ولا خبير اللوائح ولا والله العظيم اللي بقوله لكم ده. لما المجلس إدارة النادي الأهلي قال لا إقصاء لأحد وكل الناس اللي عايز يدخل يدخل واللي مش عايز يدخل ما يدخلش ولا إقصاء لأحد، عارفين تاني يوم اتقال إيه؟ بلاش انا اقول، تعالوا نشوف. وبعدين ارجع مع حضراتكم لانه في نقاط مهمه جدا لقد نتفق معها جدا جدا مع المهندس محمود طاهر، ونقاط قد نختلف معها برضه في اطار من الحب، يعني مش عايزين تبقى قصه كلها نوع من هنا. وانا ما بحبش اصل كلمه المؤامره، وهناك مؤامره وهناك مين اللي هتأمر على النادي الاهلي؟ حتى اللي ما بيحبش النادي الاهلي بيسعى وبيفرح انه يعني يبقى عنده حاجه داخل النادي الاهلي، لعيب ولا عضو ولا صديق ولا اي حاجه يعني. من يجرؤ ان يتآمر على النادي الاهلي؟